وَقَضَيْنَا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله لسعيها راضية
صدق الله.